الوزير ومصدق صادو، قولوا للي أكل الحرام يخاف بكرة اللي قالوا يفسدوا. يا بالغني بالحرام لو شاف ابن الحلال يحسدوا. الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن، تبقى الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن، ده باللي نختار وده على الميزان توازن. في ناس أملها أملها وخيرها بتقصد، وناس بتعب في شكاير مقاسي معاصي وخسائر، الغني بالحرام لو شاف ابن الحلال.